الجو برد وانا عندي برد، وانت عامل ايه في البرد ده؟ اعمل لك كوبايه شاي زي دي كده تدفيك، وتعالى نقعد ندردش شويه مع بعض ونتكلم عن المعتقدات اللي عند الناس عن الموبايلات، او الاقوال المأثورة عن الموبايلات اللي في منها صح وفي منها غلط. تعالى نشوف ايه الصح وايه الغلط، عشان في حاجات منها فعلا اتقالت من ناس بتفهم، وفي حاجات اتكتبت بقلم مسيلمه الكذاب. بس تعالى الاول قبل ما نتكلم في اي حاجه، ضم صوتك لصوتي وتعالى نعزي الشعب المغربي في وفاة الطفل ريان، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله. وعايز أقول حاجة كمان لجماهير الكرة المصرية، ما تزعلوش على هزيمة المنتخب وإنه ما خدش البطولة التامنة اللي كنتوا مستنيينها، تزعل لما تلعب كورة وتكون تستاهل الفوز وما تفوزش، لكن كلنا عارفين إن منتخب مصر ما لعبش في البطولة دي كلها بنص جنيه كورة، فما تزعلش إن أنت ما خدتش البطولة اللي أنت ما تستحقهاش. ما تزعلش على حاجة كنت مستنيها تجيلك وما جاتلكش وهي أصلا مش بتاعتك. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. وأول حاجة معانا يا صاحبي، بيقولك لما تشتري تليفون جديد لازم قبل ما تستعمله تشحنه لحد 100%، والكلام ده طبعا غلط. على فكرة المقولة دي اتحرفت زمان أيام التليفونات الزراير، كنا نسمع يقول لك لما تشتري تليفون جديد لازم تشحنه 6 ساعات قبل ما تستعمله. معرفش ليه 6 ساعات مش معنى 6 ساعات بالظبط، بس الكلام ده طبعا غلط. التليفون لما تجيبه جديد اول ما تفتحه هتلاقي في البطاريه شويه شحن، استعمل تليفونك عادي، ظبط اعداداتك، حمل تطبيقاتك، استعمله زي ما انت عايز، وقبل ما يفصل بشويه اشحنه من النسبه اللي انت عايزها لحد النسبه اللي انت عايزها، وما تسمعش كلام حد، الكلام ده مش صح. وبيقول لك كمان ما تسيبش تليفونك على الشاحن وتنام. الحقيقه الكلام ده فيه شويه صح وشويه غلط. الغلط في الكلام ده انه بيقول لك التليفون لما تسيبه على الشحن وتنام او تسيبه فتره طويله على الشحن، البطاريه هتفرقع وهتنفجر وتولع فيك وتولع في البيت وفي الشارع والدنيا هتبوظ خالص. سكت دولة. الكلام ده طبعا ما بيحصلش. ممكن تقول انا شفت الكلام ده او سمعت الكلام ده، بس الكلام ده كان زمان. دلوقتي الموبايلات بقت ذكية أكتر، والسوفتات بقى فيها تنظيم للشحن أكتر، وبقى في سنسورات وحساسات وحاجات كده بتفصل الكهرباء عن البطارية أول ما البطارية تفوت، فالكلام ده مش حقيقي وما عادش بيحصل. أما الجزء الصح في الموضوع أو الجزء الصح في الكلام ده، إن البطارية بتاعتك لما بتسيبها فترة طويلة على الشاحن أو تسيبها مثلا وتنام، البطارية بتوصل 100%، والبطارية لما تفول أو توصل 100% كده بتبقى عملت دورة شحن كاملة، والعمر الافتراضي للبطاريات بيتحسب بعدد معين من دورات الشحن الكاملة. دورة الشحن الكاملة زي ما في ناس كتير عارفة بتتحسب لو البطارية بدأت شحن من 0% أو وصلت 100%، كده بتتحسب دورة شحن كاملة من عمر البطارية الافتراضي. طيب يا عم أنا أشحن تليفوني إزاي عشان ما أعملش شحنات كاملة كتير؟ انت تستفاد بالشحنة الكاملة على فترات، بمعنى يا صديقي ان انت تشحن بطاريتك مثلا من نسبة بعيد عن الصفر لحد نسبة بعيد عن 100%، يعني مثلا لما تشحن تليفونك من 30 مثلا ل70 كده انت اخدت 40% من الدورة، لما تشحنها تاني من 50 مثلا ل80 خدت كمان 30%، يعني انت كده خدت 70% بس من الدورة، فاضل لك شحنة كمان حوالي 30% عشان يبقى الدورة. ممكن تاخد الدورة على فترات تستفيد انت بعدد شحنات اكتر بدورات شحن بتتحسب من عمر البطارية اقل. وعشان كده يا صاحبي بنقول دايما ما تسيبش تليفونك يفصل، وما تسيبش تليفونك على الشاحن لحد البطارية ما تفول أو لحد ما يوصل 100%. حاجة كمان مظبوطة أو حاجة كمان صح في الكلام ده، إنك لما بتسيب تليفونك على الشاحن وتنام أو تسيب تليفونك فترة طويلة على الشاحن، أنت كده بتضر الشاحن، لأن الشاحن بتاعك أو أي شاحن يا عم عموما، بلاش الشاحن بتاعك، أي شاحن العمر الافتراضي بتاعه بيتحسب بعدد ساعات توصيل بالكهرباء، يعني الشاحن العمر الافتراضي بتاعه هو فضل قد ايه في الكهرباء، عدد ساعات معين. ما صراحة عشان ابقى صريح معاك انا معرفش كام ساعة، ممكن الشواحن كلها
تبقى بعدد معين او ممكن كل شاحن له، ما معرفش. المهم ان العمر الافتراضي للشاحن بيكون عدد ساعات توصيل بالكهرباء. فانت لما تسيب التليفون بتاعك على الشاحن وتنام، انت كده بتضر البطارية وبتضر الشاحن، والشاحن بيفضل في الكهرباء فترة وبيقلل من العمر الافتراضي بتاعه، وانت مش مستفاد منه ومش مستفاد بيه. وكمان في حاجة، ان الشاحن طول ما هو متوصل في الكهرباء بيسحب كهرباء، هو ما بيسحبش كتير بس بيسحب. وكلنا طبعا عارفين فواتير الكهرباء دلوقتي شكلها ايه وبتيجي عاملة ازاي. يعني خلاصة الهري ده كله يا صاحبي، ما تسيبش تليفونك على الشاحن وتنام، ما تسيبش تليفونك على الشاحن فترة طويلة، ما تسيبش تليفونك يفصل وتشحنه من 0%، وبرضه ما تسيبش تليفونك على الشاحن لحد ما يوصل 100%. بيقول لك الشاشات اللي على فلاتة عمرها قصير، والشاشات اللي على فلاتة بتبوظ. هو طبعا يقصد الشاشات اللي بتتحرك، الشاشات اللي بتطلع لفوق، او الشاشات القابلة للطي، او الشاشات اللي بتتفتح وتتقفل. هو يقصد الفلاتة اللي بتتحرك عليها الشاشة، مش الفلاتة الثابتة. كل الشاشات لها فلاتة زي ما ناس كتير عارفة، بس في فلاتات تانية او في شاشات تانية بتتحرك على فلاتة، هو يقصد الفلاتات دي. والكلام ده للأسف صح، وانا مش بجيب حاجة من عندي. لو سألت اي فن صيانة هيقولك حوار الفلاتة ده مش عملي وحوار فاشل. ودليل على الكلام ده شوف الصور اللي انا هسيبها لك دلوقتي على الشاشة قدامك، بص عليها. الصور دي من جروبات أجنبية لأجهزة سامسونج من سلسلة فولد، يعني تليفون أو جهاز ب30,000 أو بزيادة شوية عن 30 أو أقل شوية عن 30، المهم جهاز غالي في رينج 30,000 جنيه. بعد 5 6 شهور الشاشة بتاعته تعمل كده، أو الشاشة بتاعته تشوفها بالمنظر ده. ده حلال ولا حرام؟ انا مش بهاجم سامسونج عشان مفيش حد يزعل مني، انا بتكلم في حقائق على الارض، بتكلم في حاجات بنشوفها بعينينا في السوق. ومش بتكلم عن سامسونج بس، اي شركة تانية بتعمل شاشات على فلاتات او شاشات بتتحرك او شاشات قابلة للطي بتتفتح وتتقفل او اي حوارات من دي بتضحك بيها على الزبون، بيحصل معاها كده، والشاشات دي مصيرها كده زي الصورة اللي شفتها. وبرضه بيقول لك الجهاز ده عليه طبقة حماية والجهاز ده معلهوش طبقة حماية. يعني الجهاز ده ما تشتريهوش عشان معلهوش طبقة حماية، او الشركة ما اعلنتش عن نوع طبقة الحماية، او الشركة ما اعلنتش ان عليه طبقة حماية او لا. يا باشا انت جبت الكلام ده منين؟ هو يعني ايه اصلا طبقة حماية على الشاشة؟ فين بتبقى طبقة الحماية دي موجودة فين على الشاشة؟ يعني لو مسكت تليفون في ايدك تعرف تشاورلي على طبقة الحماية؟ يا باشا ما تسمعش لحد. طبقة الحماية اللي هي يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي كده الباغة، هي دي طبقة الحماية الباغة. عمرك شفت تليفون بينزل السوق من غير باغة؟ يعني انت عمرك مسكت تليفون او شفت تليفون بتتعامل منك للشاشة كده على طول بتلمس الشاشة؟ مفيش الكلام ده، مفيش تليفون بينزل من غير باغة، مفيش تليفون بينزل من غير طبقة حماية. طبقة الحماية اللي هي بتسمع عنها دي غوريلا جلاس 3 او 4 او 5 او 6 هي الباغة، بس هي بتفرق من الاسامي اللي بتسمعها 5 ل 6 او 3 او 4 او 5 او الكلام ده، بتفرق في قوة التحمل. كل ما الرقم بتاعها يعلى، يعني 4 بتتحمل اكتر من 3 و5 بتتحمل اكتر من 4، كل ما تتحدث كل ما بتزيد صلابة، يعني كل ما تتحدث بتتطور اكتر وبتزيد صلابة اكتر. لكن طبقة الحماية هي الباغة. يعني باختصار ونهاية الهري ده برضو كله، مفيش جهاز ينفع اصلا ينزل من غير طبقة حماية، طبقة الحماية هي الباغة. وبرضو بيقول لك سكرينة ضد الكسر. مفيش حاجة اسمها سكرينة ضد الكسر. تروح تشتري سكرينة من اي محل تلاقيه مطلع لك سكرينة العلبة بتاعتها مرسوم عليها شاكوش على الشاشة او على السكرين، يعني لو دقيت بالشاكوش على السكرين مش هتتكسر. مفيش حاجة يا باشا اسمها سكرينة ضد الكسر. اي سكرين لو اتخبطت خبطة جامدة هتتكسر، ولو وقعت هتتكسر، والبغة بتاع الجهاز هتتكسر. متخليش حد يضحك عليك ويقول لك السكرينة دي غالية شوية اصلها ضد الكسر، وخد دي تحافظ على الشاشة بتاعة تليفونك، ودي تحافظ مش عارف على مين، وسيبك من السوبيا دي. اي سكرينة تتكسر، مفيش سكرينة ما بتتكسرش.
وبنسمع كتير يقول لك الجهاز ده جاي من بره، الجهاز ده وارد السعودية. يعني ايه وارد السعودية؟ يعني مثلا يعني عايز افهم يعني ايه وارد السعودية. يعني هو في السعودية حج قبل ما يجي، فبقى الحج موبايل او الحج تليفون. يعني ايه وارد زايد؟ ايه يعني اللي وارد السعودية ده عن اللي في مصر؟ يعني مثلا الجهاز اللي وارد السعودية ده فيه 2 معالج، واللي هنا بمعالج واحد، ولا في بطارية زيادة، ولا هما اللي في السعودية موسعين فتحة العدسة مثلا بتاع البطارية بتاعة الكاميرا، ولا عايز افهم يعني. يعني ايه وارد الخارج؟ يفرق ايه يعني عن اللي هنا؟ سيبك من اجهزة سامسونج الفلاج شيب اللي هي بتنزل بنسختين من المعالج، نسخة سناب دراجون النسخة الأوروبية ونسخة للشرق الأوسط اكسينوس، دي حالة خاصة أو حالة شاذة، سيبك منها دي، احنا بنتكلم عن موبايلات ككل. يعني ايه وارد الخارج؟ يعني ما واحد يجي يبيع جهاز يقول لك لا اصل الجهاز ده جاي من بره، ده وارد الخارج، ده جهاز نظيف. يعني ايه نظيف؟ يعني مغسول استحمى يعني؟ عايز افهم يعني ايه وجاي من بره يفرق في ايه يعني. يكون واحد بيبيع فيقعد يحور ويقول لك ده جاي من بره، يكون واحد مثلا اخوه بعت له تليفون من بره، او ابوه او امه شغاله بره وبعتت له تليفون، ويجي يقول لك ده جاي من بره. واحد كان مسافر وهو راجع جايب تليفون، فعشان يحليه بقى هو عم ده انا معايا تليفون احسن من اللي معاك. بيحصل، سيبك من الكلام ده، ما تفتكرش ان انا بهرج، بيحصل وبنسمع الكلام ده كتير. يعني انا لما بيجي لي زبون مثلا يبيع تليفون، واول ما ينطق كلمه الجهاز ده جاي من بره، يا باشا احنا ما بنشتريش، خد تليفونك وتوكل على الله، مش انت مش هتنفع، مش هتتكلمش مع واحد زي ده اصلا، فاهم يعني. انا شخصيا اول ما بسمع كلمه جاي من بره دي ما بتكلمش مع اللي قالها، خلاص انت كده انا اتقفلت منك. انت جاي تحور، جاي تعرج في حاره المكسحين، ولا انت جاي تحور ايه؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جماعه؟ ما بلاش بقى تحور على الناس. المشكله ان في ناس مش فاهمه، وفي ناس بتصدق ان الجهاز اللي جاي من بره احسن من الجهاز اللي جاي اللي من هنا. وعلى فكره في ناس ممكن تختلف معايا في الكلام ده وتقول لا يا عم انت ما بتفهمش، ده اللي جاي من بره احسن. جاي من بره مش احسن، هو الشرق الاوسط كله بينزلوا نسخه واحده، او في اجهزه كمان بينزل في العالم كله نسخه واحده. سيبك من اجهزه سامسونج الفلاج شيب اللي اتكلمنا عنها، الاجهزه كلها يا جدعان، يا جماعه الاجهزه كلها واحد. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ده جاي من بره ده احسن. جاي من بره ايه يعني؟ في ايه زياده؟ هتخلي الواحد يخرج عن شعوره وهنبوظ الفيديو. يعني شوف اللي بعده. ايه يا عم في إيه؟ والله الفيديو ده حلو، مش هيبقى فيه مونتاج كتير، مش هنقطع كتير. بيقول لك علامة التفاحة تكفي. علامة التفاحة تكفي. بصراحة أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده، ومش عايز أدخل في تفاصيله، عشان مستخدمين قبل ما خلاص يا عم، مصر اتغلبت، والله مصر اتغلبت، أنت قاعد تزمر ليه؟ وإحنا كنا قاعدين بنتفرج على الماتش على القهوة، واحد ماسك عمال يزمر، قلت له عليا النعمة مصر هتتغلب، ده مش منظر فريق يكسب، اقعد ساكت. المهم بيقول لك ايه يا سيدي، كنا بنقول ايه؟ بيقول لك علامه التفاحه تكفي. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، عشان الجماعه بتوع ابل بيزعلوا لما حد يقول يا جماعه اندرويد احسن من ايفون. انا لما اجي اتكلم مش مقياس ان اندرويد احسن من ايفون، في ايفون احسن من اندرويد، وبرضه في اندرويد احسن من ايفون. كلمة علامة التفاحة تكفي، بصراحة علامة التفاحة ما تكفيش بصراحة، لأن في أجهزة فلاجشيب كتير أحسن من أجهزة أيفون بمراحل. يعني في أجهزة فلاجشيب من شركة سامسونج أحسن من أيفون، في أجهزة فلاجشيب من هواوي أحسن من أيفون، في أجهزة فلاجشيب من أوبو زي مثلا سلسلة الفايند أحسن من أيفون. فعلامة التفاحة بصراحة ما تكفيش، فبلاش نمشي ورا شعارات، وبلاش نقول يا عم ده ايفون يبقى هو التوب، ده ايفون يبقى رقم واحد، ده لا يا عم ارحم ابوه. هتخلونا بس نبوظ ام الفيديو. علامة التفاحة ما تكفيش. تحياتي، ونتقابل الفيديو الجاي. احلى مسا عليك يا برنس.